وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد ابتسام محمد الشملان، الوكيل المساعد للنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران بوزارة المواصلات والاتصالات. أهلا بك في نشرة الأخبار، ونود لو تطلعينا على الأهداف المنشودة وراء تحويل مطار البحرين الدولي لمركز لوجستي شامل ومتطور. السلام عليكم. الهدف الرئيسي من تحويل الشركة من الاستثمار في البنية التحتية في القطاع اللوجستي بشكل عام هو التحويل. هذا التحويل سوف يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمطار، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية والتعامل مع حجم أكبر من الشحنات والبضائع، وأيضا سوف يسهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ونمو اقتصادي في الناتج المحلي الاقتصادي لمملكة البحرين. حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى في منطقة الشحن الجوي 1.3 مليون طن متري، وتتألف من مستودعات ومواقف الطائرات. ومن الأهداف المنشودة لعمل مركز لوجستي شامل ومتطور وأيضا متميز على مستوى العالم، وذلك لتوفير خدمات مناولة للشحن الجوي بكفاءة عالية وحركة سلسة للمنتجات، وسوف تسهم بشكل فاعل في تعزيز القطع الاستيعابية لتدفقات أكبر عدد وأضخم من الشحنات في مطار البحرين الدولي، وأيضا مضاعفة القدرة الاستيعابية الإقليمية المتزايدة للشحن الجوي والتجارة الإلكترونية السريعة. وأيضا المشروع الشحن الجوي السريع يشمل على منتجات متخصصة لخدمة مختلف مشاكل الشحنات بأعلى مستودعات من الخدمة المقدمة وقدرات شحن عالية وتقنيات جدا متطورة. وتبلغ عدد شركات الشحن الجوي العاملة في مطار البحرين اللي الآن 13 شركة شحن جوي، ويعتبر مطار البحرين الدولي مركز لتوزيع رئيسي لشركة دي اتش ال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ حوالي 40 عام، وهناك سعي مستمر لجذب أكبر عدد من الشركات العاملة في مطار البحرين الدولي للاستفادة القصوى من الخدمات اللوجستية المتطورة والمتميزة المقدمة للمستثمرين في القطاع اللوجستي في الشحن الجوي. نعم، السيد ابتسام حمد الشملان، الوكيل المساعد للنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران بوزارة المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك.